ونختتم حلقة اليوم مع Stars on Board، وهو جمع أكبر الذي جمع طبعا أكبر حشد فني ومئتين 2400 سائح عربي حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الرحلة السياحية الفنية. شملت الرحلة عروضا فنية لعدد كبير من النجوم، منهم كاظم الساهر وصابر الرباعي ويارا ونانسي عجرم وعاصي الحلالي وتامر حسني. طيلة 7 أيام رست فيها السفينة على جزر كرواتية ويونانية وتركية لتعود إلى البندقية في إيطاليا. الزميل جميل ظاهر والتفاصيل. حق التنزه واختيار المكان المناسب لتمضية إجازة الصيف وحق الخروج من الغربة ومن هموم الوطن العربي هذه الأيام والتعرف إلى حضارات الشعوب أمر يساعد الذاكرة لتعرف حكايات وصورا جديدة نحن بأمس الحاجة إليها. وإحنا جايين من أستراليا، من واشنطن دي سي. إحنا جايين من السويد أنا وزوجتي. شكرا للأم بي سي اللي جمعت العرب كلياتنا مع بعض. إن شاء الله الكل يسمعوا ويشوفوا يجربوها. فلهذا أقدمت محطة أم بي سي من خلال برنامج ستارز أون بورد والمنتج يوسف حرب والإمارات للعطلات مبدعين رحلة سياحية فنية بامتياز إلى جانب نجوم الأغنية العربية مجتمعين على باخرة جاد النرويجية. كثير حلو الجو. كثير هيك لي. انطلقت الرحلة من مدينة البندقية في إيطاليا إلى دوبروفنيك في البحر الأدرياتيكي وسبليت في كرواتيا مروراً بميكانوس في اليونان وكوسوداسي في تركيا لتعود إلى نقطة الانطلاق فينيس. عجبني صراحة الكروز، البروغرامز، الكونسرت، كل شيء كان صراحة بيرفكت. صدفة ومن بين كل الناس علاقي من يوم شفته وعيني جات هذه الرحلة الفريدة في نوعها والتي جعلت كل من شارك بها يحمل أجمل الذكريات ويعيش أسعد اللحظات إلى جانب نخبة من الفنانين أسعد الجمهور الذي تخطى عدده 2000 سائح عربي استمعوا في الليلة الأولى إلى الفنان كاظم الساهر الذي قدم أجمل أغنياته وأشهرها. من على باخرة ستارز أون بورد جميل ظاهر العربية. طبعا اليوم رح نستضيف أحد ركاب طبعا هذه الباخرة الزميل جميل ظاهر. شكلك انبسطت فالرحلة يعني المكوكية يعني كانت، فياريت تحدثنا عن كيف تفاعل يمكن الركاب أو السياح مع كان عندهم فرصة كبيرة يمكن أسبوع للتفاعل مع المطربين والفنانين اللي كانوا موجودين على الرحلة. حقيقة كان المشهد أكبر مما كنت متوقع. أول شيء لأنه عدد كبير، باخرة كبيرة، بتعرفي يمكن فكرة البحر والسفر بالبحر منا كتير موجودة، على الأقل عندي يمكن ما كنت كتير لأني أنا ما بحب البحر يعني. لأنه في آلاف بيطلعوا بالكروز واضح. بس أنه أنا يعني مني أبدا من عشاق البحر، إنما يمكن هاي الرحلة بالذات غيرت مفاهيمي بالنسبة لعالم البحار، خاصة لما بتكون يعني رحلة هالقد منظمة بشكل يعني فظيع. قديش فيها ولا لحظة بتمر بهاي الباخرة دون ما يكون في شيء مسلي للناس اللي شاركوا بستارز أون بورد. واللي لفتني هو وجود أكبر عدد ممكن يعني كان من العرب اللي فعلا أجوا من كل أنحاء العالم، لأنه كان قبل يقولوا أنه الرحلة الحلم هي لا بطلت حلم صارت حقيقة، لأنه اجتمعوا من أمريكا، من أوروبا، من فلسطين، من فلسطين الداخل، أجوا ناس من دول عربية، كان في موجود ناس كتير شاركوا على الباخرة.
وأهمية هالشيء وجود النجوم، إنه خاصة يمكن شفنا من شوي المسرح اللي موجود بالباخرة، طبعا بنحكي عن باخرة عملاقة فيها مسرح كأنك قاعدي يعني بمسرح كبير بمدينة. أيه. وكان دائما ما بعد ما يكون في يوم سياحي بجزيرة معينة، وخاصة هون بشير إنه الأماكن اللي راحت عليها الباخرة كانت أروع ما يمكن، يعني المشاهد خلابة، خاصة عم نحكي يمكن كرواتيا منا كتير مشهورة بعالم السياحة بالنسبة لنا على الأقل، إنما هي أماكن خلابة، بينزلوا السواح كل يوم بيشوفوا المدينة أو الجزيرة، بيشوفوا أماكن أثرية، بيشوفوا شوارع وناس جداد وإلى آخره، ومن ثم يعودوا إلى الباخرة حيث كان دائما في أشياء مسلية. حتى كان على ظهر الباخرة في ملعب بيلعبوا فوتبول الفنانين كمان، بكره بنحكي عنهم بتقرير تاني. كان في فريق لصابر الرباعي وفريق لملحم زين، ما حنقول النتائج هلا، بنقولها بعدين. شكلك ما كنت ناوي ترجع يا جميل من شرحك. والله ما عندي مستفيض صراحه اذا بدهم نغطي لهم دائما هذه الرحله، انا كثير سعيد فيها لانه هي 7 ايام مثل ما قلت. الاهميه انه يجتمعوا اكبر، يعني كمان الحلو انه اول مره بشوف تجمع عربي هالقد كبير مرتاح سعيد. كان فعلا ما في اخبار، ما سمعنا اخبار ابدا باثناء يعني انفصلنا كليا عن العالم. بالإضافة مثل ما قلت الحفلات الغنائية. أيوة. هي اللي كانت يمكن هي الحدث الأبرز، إنه بنفس مثل ما قلنا بنفس الباخرة في مسرح كبير، وكل يوم بيوصلوا الجمهور بنشوفهم لابسين مثل كأنه رايحين على مسرح، يعني بأي مسرح تاني، لابسين ومهندمين وعم يحضروا كونسرت موسيقي لكبار الفنانين، منهم كاظم الساهر كان أول ليلة. أيوة. رجعنا شفنا عاصي، شفنا الحفلة اللي كانت يمكن من أجمل الحفلات الموسيقية، حفلة صابر الرباعي. طبعا بتعرفوا صابر قديش مطرب عربي شرقي كبير، يارا، نانسي، ملحم زين، أسماء كثير كانوا موجودة. حقيقة رحلة يمكن كان في شوية حابين الناس كانوا يشوفوا محمد عساف، طبعا محمد عساف ما قدر يشارك، كانت ظروف غزة يعني تحيل دون مشاركته لمحمد عساف. وبنفس الوقت طبعا الناس عندهم إجازة الصيف، كان من حقهم أنه يروحوا يشاركوا، وإن كان الباخرة لم تنسى هذا الموضوع، نعمل يوم تبرعات ويوم كان في مزادات على أغراض من الفنانين، وأهم كان هاي الأغراض أعواد الفنانين اللي هن عود عاصي وعود وائل جسار وعود أيضا صابر الرباعي قدموهن، وصار في مزاد على هذه الأغراض، لم كتير فلوس حتى يكونوا دعم لأطفال غزة. خطير على يعني احنا الصور طبعا أمامنا على الشاشة من الرحلة هذه الجميلة. كيف كاظم الساهر؟ كاظم الساهر حفله كان رومانسي فوق العادي، فعلا قدم قصائد، كان يمكن هو اهتم يقدم هذا النوع من الموسيقى. كان الموجودين رغم ما في صغار السن وكبار السن، الكل كان سعيد وكل كان عم يغني معه. طبعا الناس كان معه تقدر تحتك فيهم مثلا طبعا وتطلع يعني معاهم تجلس تاكل مثلا. شوفي ليكونوا كل الوقت هني موجودين يعني بين الناس طبعا مش حيكون هذا الشيء سهل. نعم. عندهم تدريبات، عندهم تمرينات، عندهم ظروف، بس انما شفنا بكثير محلات لما ينزلوا على الجزر الناس اللي كانوا على الباخرة تصوروا معهم. أيوه. شافوهم، تحدثوا معهم، بكتير محلات كانوا الفنانين دائما هني قراب كتير من الجمهور اللي شارك واللي كان موجود على الباخرة. إنما بشكل عام كان بعض الفنانين عندهم تدريبات على المسرح وعندهم تحضيرات، فهذا الشيء كان بده شوية راحة أحيانا حتى يريحوا يعني من الحكي أو من البناء. إنما كانوا موجودين، وبعتقد شفنا بعض المقاطع قديش. أيوه. كان في فنانين عم يتصوروا معهم للنجوم اللي كانوا مشاركين. شكلك أنت مرتاح ومبسوط فيها. كان في يمكن وائل كفوري أحد المشاركين السابقين، خلينا بس نتحدث عن دوره الجديد سريعا كإضافة جديدة لأرب آيدل. كثير من الناس أرب آيدل انطلق، يعني رح نتابعه بشكل أسبوعي نحن مع المشاهدين. يمكن هي الإضافة مثل ما قلتي وائل كفوري، طبعا المشتركين دائما بفاجئونا. يمكن الإضافة كمان السنة حلو أنه زار الجزائر، وبعتقد في كنز فني بالجزائر لأنه زمان ما شفنا كانوا يجوا هنا دائما، فكان في أصوات رائعة في أكثر من بلد جديدة طبعا يعني فلسطين. إيه بس انما الجزائر كان من زمان ما كثير راحوا عليها، بس بعتقد هي فرصه كثير منيحه. واللي ملفت كان انه وائل لم يكن الحنون اللي كان متوقع من مثل اغانيه يعني. كان بالعكس كثير صلف، لدرجه انه بمحل كان يعطي رايه، وهو ده راي برايي انا بيحترم عليه، لانه اخر شيء يعني ما لازم الواحد يكذب ببعض الامور او يداري، لانه هذا صار الجمهور يعرف والفنانين اكيد بيقدروا يعني لازم يراقبوا، لانه خاصه هو فايت على برنامج معروف وناجح ما في مجال للمجاملات. قدم عرض كويس جدا.
واليابانية اللي يعني شفناها تأهلت تتوقع حتستمر مثلا زي جينيفر في عربز جوت هلا هي بعتقد اليابانية هي مهتمة بالموسيقى الشرقية وهذا الشيء بيشجع على أنه وجود ناس من برا بعتقد هذا الشيء بيلفت نظر العرب كمان اللي بيحبوا أو اللي بعيد عن الموسيقى الشرقية أنه في ناس بآخر الدنيا مهتمين أنه يقدموا أغاني شرقية هذا الشيء اللي صار جميل يا جميل جميل يا جميل فعلا بنشكرك على وجودك معنا كان معنا طبعا زميلنا جميل ظاهر شكرا شكرا يا